2 من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. باسم الآب والابن والروح القدس، أمين. قال لوقا البشير: قال الرسل للرب: زدنا إيمانا. فقال الرب: لو كان فيكم من الإيمان مقدار حبة خردل لكنتم تقولون لهذه التوتة: انقلعي وانغرسي في البحر، فتطيعكم. ومن منكم له عبد يفلح الأرض أو يرعى القطيع، إذا عاد من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام؟ ألا يقول له بالأحرى: أعد لي شيئا لأتعشى، وشد وسطك واخدمني حتى آكل وأشرب، وبعد ذلك تأكل أنت وتشرب؟ هل عليه أن يشكر العبد لأنه فعل ما أمر به؟ هكذا أنتم إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: إننا عبيد لا نفع منا، فقد فعلنا ما كان يجب علينا أن نفعل حقا. والأمان لجميعكم.